افهمونا هو عنوان مبادرة نظمها مجموعة من الشباب المتطوعين في الأردن تحت شعار لا ترميها وبالسلة خليها. هذه المبادرة التي نظمت بحلتها الأولى تهدف إلى القيام بتجميع الأدوات المستخدمة والبسيطة من المنازل والمحلات التجارية مثل كرتون وقماش وعلب معادن للعمل على إعادة تدويرها بطريقة فنية ومبدعة. بهاي المعارض احنا بنحافظ على البيئة، صح اشتغلنا كتير شوية تعبنا زيادة لأنه المواد مش كتير كانت متوفرة عنا، بس من هاي الناس احنا بنتمنى انه الناس اكتر انها تشارك بهاي شغلات تحافظ على البيئة اكتر، لانه في كتير مواد صعب انها البيئة الارض تتحللها وتاخدها، فاحنا بهاي الاشياء بنحافظ على البيئة. احنا هلأ صراحة شفنا اقبال، شوي انصدمنا، احنا ما توقعنا هالقد الاقبال، بس هو اشي حلو انه نشوف الناس هالقد مقبل على هاي الامور. في ناس شجعتنا، في ناس ردود الفعل عادي، وهذا اشي طبيعي لانه احنا لسه في البداية. الشباب طبعا اجوا على المركز حكونا فكرة مبادرتهم، هي فكرة كتير جميلة. المجتمع لازم يكون فيه هاي المبادرات الشبابية بتهتم بالريسايكل. دعمناهم باللوكيشن، دعمناهم بالورشات، ساعدناهم بتنظيم المعرض، والأفكار كتير جميلة طبعاً، وأعتقد المعرض الجاي اللي حيعملوه حيكون لسه أجمل وأفضل بكتير، والأفكار حتكون لسه أكبر من هيك. تقوم فكرة هذه المبادرة اللي افتتحها الفنان حسن الشاعر على تحويل الأشياء من مهملات إلى مواد صالحة للاستعمال وإعادة تصنيعها يدوياً وبدون أي كلفة، لتصبح لها قيمة يستفاد منها في حياتنا اليومية بتقدير وتمييز عناصر تم إهمالها من غالبية الأشخاص. أنا تفاجأت فعلا في المستوى تبع المعرض، مستوى طاقات الشباب، فبرافو عليهم، في إبداع وفي أفكار، وإن شاء الله يا رب يوصلوا أكثر وأكثر. وأعتقد أنه لازم، يعني أنا لو محل وزارة البيئة بدعم بتبناهم. ما اجيت بصراحة شفت كتير اشي حلو، يعني كأمور مثلا كتير اقسم بالعادية يعملوا منها اشي عن جد واو حلو، حتى فكرة انه يعني دمجوا فكرتين مع بعض، انه اعادة كيف اهتمام بالبيئة، يعني انه كيف عملوا توازن بالانس بين الصحراء والارض والمي والعشب، انه مثلا كيف انه تشجيع ان احنا ما نحرق الغابات. تبقى هذه المبادرات التي تقوم على أساس العمل التطوعي بحاجة لدعم ورعاية من المؤسسات الحكومية والخاصة ليكتب لها الاستمرار والنجاح، ولتحفيز الشباب الأردني على تحقيق طموحاته بغض أفضل في كافة المجالات. ألاء أبو حمدة، رؤيا. Thank you.